بسم الله الرحمن الرحيم، مع المحاضرة الخامسة والأخيرة في مادة التحليل العددي. المحاضرة بعنوان الخطأ في التحليل العددي. الخطأ في التحليل العددي، ايه موضوع الخطأ ده؟ انت تعرف لما بتيجي تقسم رقمين على بعض بالآلة ويكون العملية غير قابلة للقسمة، يعني مثلا بتقسم ايه 1 على 3، فبتلاقي الشاشة اتملت ارقام، فانت بتعمل ايه؟ بتاخد رقمين جنب العلامة، والرقمين اللي انت بتاخدهم دول انت كده تجاهلت بقية الارقام اللي ظهرت، فالعدد اللي انت اخدته بيسموه العدد المقرب، وبنديله الرمز اكس ستار اللي هو المنزلتين اللي ايه جنب العلامة. لكن العدد الاصلي اللي هو الحقيقي اللي هو بيسموه العدد الدقيق اللي هو 1 على 3، ده بنسميه اكس. فالدرس اللي احنا فيه دلوقتي ده بيروح يتتبع نسبة الخطأ اللي بتحصل نتيجة عمليات التقريب، وبيتتبع الفروقات اللي بتحصل بين العدد الحقيقي والعدد المقرب. تعال نشوف مع بعض الموضوع ده بيتحسب ازاي. الجزء الاول بيتكلم عن التقريب والخطأ المطلق والخطأ النسبي. بيقول لك عند تقريب عدد معين وليكن اكس مثلا لأقرب جزء من 10 أو أقرب جزء من 100 إلى آخره، فإننا نحصل على عدد مقرب اسمه إكس ستار، بيختلف قليلا عن العدد الأصلي، وقد يكون التقريب بالزيادة أو النقص. طب إمتى يبقى بالزيادة وإمتى بالنقص؟ أقول لك إمتى. لما أنت بتيجي تحذف الأرقام الكتيرة، أنت افترض مثلا أنت هتاخد رقم 1 جنب العلامة، فبتشيل كل الأرقام اللي بعديه، وأنت بتشيلها بتشوف أقرب رقم ليه. لو قيمته 5 فيما فوق فبتقرب بواحد على الرقم اللي جنب العلامة، ولو قيمته أقل من 5 بتحذفه من غير ما يأثر على الرقم اللي انت هتختاره جنب العلامة. افترض مثلا ان انت عندك رقم عبارة عن ايه 5.5، وبعديه في جنب 5.5 دي ارقام كتيرة، فانت بتبص جنب 5.5 كده لقيت اول رقم واقرب رقم ليهم 7، فطالما انت ناوي تشيل كل الحاجات دي وتحتفظ برقم 1 جنب العلامة، فالسبعة دي بتروح حذفها، بس بشرط انك تروح تزود على 5 من 10 اللي موجودة جنب العلامة تخليها 6 من 10 كده، يبقى انت زودت. طب نفترض 5.5 دي كان في بعدها 2 4 حاجات كده، يعني اقرب رقم ليها الاتنين، فالاتنين ده مش هيديها حاجة. ليه؟ مش هيدي 5 من 10 حاجة، مش هيديها حاجة علشان هو أقل من الإيه؟ من 5 من 10. ففي الحالة دي بقول ده الناتج هيبقى 5.5، في الحالة دي يبقى أنت قربت بالنقصان. طيب تعال بقى نحسب الفروقات اللي بتحصل دي ونشوف المفاهيم بتاعت الخطأ المطلق والخطأ النسبي. الخطأ المطلق تعريفه، لما بقول لك في الامتحان عرف لي الخطأ المطلق، ممكن تكتب الكلام النظري ده وممكن تكتب الكلام اللي بين خطين اللي هو في آخر الصفحة دي. تقول لي الخطأ المطلق هو اكس ناقص اكس ستار بين خطين متوازيين. ايه معنى الخطين المتوازيين دول؟ معناهم القيمة المطلقة. وايه معنى قيمة مطلقة؟ ان انا بجيب الفرق مع اهمال الاشارة السالبة، بجيب الفرق مع اهمال الاشارة السالبة. وخلي بالك من الحتة دي، لان ممكن يحصل ان التقريب يكون بالزيادة او بالنقص. يبقى الفرق المطلق او الخطأ المطلق هو القيمة المطلقة للفرق بين العدد الأصلي x والعدد المقرب x star، أي أن الفرق أو الخطأ المطلق هو بالشكل اللي أنت شايفه ده. طيب تعال بقى نشوف الخطأ النسبي هيبقى شكله إيه. الخطأ النسبي هيبقى نفس الشكل السابق بس بيتقسم على العدد الدقيق، يعني x ناقص x star على x بتقسم على العدد الأصلي اللي هو قبل الإيه اللي هو العدد الحقيقي. التمرين ده يوضح الموضوع. بيقول لي عين، يعني ايه عين؟ يعني اوجد الخطأ المطلق والخطأ النسبي للعدد المقرب اكس ستار بتساوي 3.14 الذي يحل محل باي، الذي يحل محل باي، حيث باي ب22/7. الرمز اللي انت شايفه ده بيقرأ باي. هنا بيقول لك
ان انت في عدد مشهور جدا اللي هو كانوا بيستخدموه في القوانين بتاعت مساحة الدايرة ومحيط الدايرة، اللي هو باللغة العربية اسمه طه 22/7. ده لما ما يكونش بعوض ب22/7 فبستبدلها ب 3.14. بس حقيقة الامر انك لو قسمت بالآلة 22/7 هتلاقيها 3 و1/4 وارقام كتيرة جدا جنبها. لو قالتك 12 خانة هتستوعب، طب لو قالتك 20 خانة هتطلع لك 20 رقم جنب الكلام ده، بس 3.14 ده مجرد تقريب. طيب تعال نحسب الخطأ المطلق، ان انا اجيب الفرق بين 22/7 وبين 3.14. 22/7 ده رقم دقيق، ليه؟ لان انا واخده في شكل بسط ومقام وما قسمتوش واضطريت اقرب ولا كلام من ده. فبشوف الفرق بين العدد الدقيق وبين العدد المقرب وطلع لي بهذا الشكل. طبعا الموضوع شكله سهل وجميل ومسائل زي ده بتيجي وكل حاجة، بس خطورتها في ايه بقى؟ في الآتي، ان سعادتك لما بتيجي تطرح الرقمين دول من بعض، تكتب على الآلة 22/7 ناقص 3.14، ممكن الآلة ما تدكش الناتج بهذه الصورة اللي هو علامة 0 0 2 5 8، لا بتيجي تكتب لك الناتج بشكل قياسي. يعني ايه شكل قياسي؟ يعني تكتب لك في اخر الشاشة حرف الاي ومكتوب عليه من فوق اس سالب 3، وتروح محركه لك العلامة بدل ما هي بين الاصفار كده، العلامة العشرية بدل ما هي موجودة بين الاصفار، لا بتاخدها تحركها، بتاخد العلامة بدل ما هي موجودة في المكان ده بين الاصفار بتوديها في النص هنا بين الاتنين والتمانية. طيب انا هتصرف ازاي في الحالة اللي زي دي؟ اتصرف ازاي؟ هل انقل الرقم من على الآلة زي ما هو كده في ورقة الإجابة؟ لا، انا عايزك تديني الناتج زي ده كده. تقول لي طب اعمل ايه؟ اقول لك بسيطة قوي. اول حاجة بص على الشاشة كويس، هتبص تلاقي مكتوب الناتج بتاعك وفي الاخر مكتوب ايه وعليها من فوق سالب 3. هتقول لي ماشي الكلام ده انا شفته. اقول لك انا مش عاوز ان انت تبص على الاي اس سالب 3، سيبها دلوقتي، انا عايزك تبص قبل الرقم بتاعك هو موجب ولا سالب، لان نتيجة الطرح دي ممكن تكون موجبة وممكن تكون سالبة. لو كان التقريب بالنقصان فالنتيجة دي هتطلع موجبة، ولو كان العدد اللي هو 3.14 ده مقرب بالزيادة فالنتيجة هتطلع سالبة. انا سواء طلعت موجبة او سواء طلعت سالبة لازم تكون موجبة النتيجة. هتقول لي طب تفرق معاك في ايه دي؟ اقول لك لان انا محدد لك خطين متوازيين، فانا عايز الفرق يكون مطلق. يعني ايه مطلق؟ يعني بدون اشارة سالبة قبليه. هتقول لي خلاص انا هبص على الشاشة، لو لقيتها موجبة يبقى انا كده خلاص مفيش مشاكل. طب لو لقيتها سالبة اعمل ايه؟ اقول لك اضرب الشاشة في سالب 1 عشان تغير اشارة الناتج اللي طالع ده. تقول لي طب ضربتها في سالب 1 والاشارة اختفت خلاص السالبة. اقول له طيب طالما اشارتك السالبة اختفت، هقول لك على بقى نصيحة تتخلص بيها من الايه اللي في اخر الشاشة دي، الايه اللي مكتوب عليها سالب 3 دي، ان انت تروح تجمع على الشاشة 1 صحيح. هتقول لي طب ما انا كده هغير الناتج. هقول لك اصبر، اجمع 1 صحيح وشوف ايه اللي هيطلع لك. فاول ما تقول للشاشة زائد 1 صحيح، بس بشرط انت بتجمع 1 صحيح على رقم موجب مش على رقم سالب عشان ما تحصلش مشاكل وتطلع لي نواتج غلط. الرقم السالب اللي قبل الرقم اللي هو مكتوب على السطر ده ضربنا في سالب 1 وخلصنا منه، انما انا بكلمك على الاي اللي مكتوبه في اخر الشاشه دي ازاي نشيلها. فبقول لسعادتك بعد ما اطمنت ان الرقم موجب ضفت على الشاشه 1، فهتلاقي الشاشه طلعت لك ايه بقى النتيجه؟ 1 علامه 0 0 2 8 5 7 1 4 3. ايه اللي حصل هنا؟ انك لما زودت 1 صحيح الناتج اتكشف على حقيقته، ان كان في اصفار جنب العلامه والاله لخصت الاصفار دي حطتها في الاس فوق بالسالب. فلما انت جمعت 1 صحيح، الواحد ده سند الرقم شويه فطلع 1 و 0 0 2 8 5 7. اعمل ايه بعد كده وانا بنقل الناتج اللي طالع على الاله؟ ما انقلهوش بالواحد، ما خدهوش بالواحد اللي انا ضايفه من عندي، لا ده انا احط مكان الواحد ده 0، لان الواحد ده متضاف وبيغير قيمه المقدار، انا ضايفه بس عشان ايه؟ اتخلص من الايه الاسس السالبه اللي في اخر الشاشه. ارجو تكون الحته ديت اتفهمت، لان انا طبعا بقدر ارتباك الامتحان واستعمال الاله، فعلشان كده بنبه عليك وانت بتطرح الاتنين دول من بعض، لو عندك على الاله
الخطوط المتوازية دي ابدأ اكتب بينها. هتقولي طب ده الاقيها فين؟ هقولك هتلاقي زرار في اعلى الشاشة على ايدك الشمال مكتوب عليه ابسليوت. ابسليوت يعني قيمة مطلقة. لو لقيته لقيته، فاول ما بتدوس على ابسليوت دي بيفتح لك خطين متوازيين تبدأ تكتب بينهم. اكتب بينهم بقى 22 على 7 ناقص 3 و14 من 100، فبيطلع لك الناتج موجب وانت مطمن. طب نفترض ما لقيتش مكتوب اي بي سي او اي بي اس اللي هي على الشمال من فوق، في الحالة ده هيكون يقظ وانا ببص على الشاشة ان ممكن الناتج يكون موجب او سالب. سواء موجب او سالب انا محتاج الناتج ده بس بشرط يكون موجب، فبتخلص من السالب بالضرب في سالب واحد. في آلات ما بتروحش تخزن الاصفار وتعملها لك اي اس مش عارف سالب 3 في الاخر، بتديك الناتج ده على طول. فدي تبقى آلات احلى، انك بتديك الناتج في صورته العشرية مش في صورته القياسية. طيب تعالى دلوقتي بعد ما جبنا المطلق نروح نحسب بقى الخطأ النسبي. لاحظ ان انا باخد كل الارقام اللي على الشاشة. طيب الملحوظة دي كانت مفروض تبقى مكانها في اخر الصفحة اللي فاتت، بس ايه احنا ما ينفعش ان احنا نكون بندرس خطأ وتقريب وانا بنتقد الرقم المقرب وبطلع الخطأ اللي فيه واروح انا اعمل تقريب على الناتج. انا باخد الناتج اللي طالع كله بالكامل. بعد كده لما بروح احسب الخطأ النسبي بقسم اكس ناقص اكس ستار على اكس، وانا بقسمهم بحط في الاخر علامة في المية. بس نخلي بالنا برضك ان ممكن تقابلني نفس المشكلة بتاعت ان الآلة تخزن الاصفار السالبة في اخر الشاشة وتقول لك ايه اس سالب 4 ولا ايه اس سالب 5. فانت في الحالة دي تجمع على الشاشة واحد صحيح موجب فيطلع لك واحد، والكسر دوت تروح واخد الكسر وسايب الايه سايب الواحد. ملحوظة اللي انا قلته دلوقتي ده حطه في الملحوظة دلوقتي. لو ظهر الناتج على الآلة الحاسبة بالشكل ده ايه اس سالب كذا او 10 اس سالب كذا، فيمكن عن طريق جمع واحد صحيح على الناتج بس بشرط يكون موجب، واحد صحيح على الناتج الموجب، فنحصل على الشكل ده 1 و 3 اصفار 3. فباخذ الناتج بدون الواحد اللي انا ضايفه من عندي، فباخد الرقم الكسر فقط. تعال كده نعمل اضافة كده صغيرة هنا، ان انا بجمع واحد صحيح على الناتج بس بشرط يكون الناتج. معانا دلوقتي مسألة بس داخل جواها 3 مسائل. مسألة على الجزء اللي خلصناه بتاع العدد الدقيق، بيقول لي إذا كان لديك العدد الدقيق أو الصحيح إكس والتقريب بتاعه إكس ستار، أوجد الخطأ المطلق والنسبي في الحالات الآتية. آدي إكس بتلت وإكس ستار ب3/3، إكس بباي وإكس ستار ب3.1، إكس بجذر 3 وإكس ستار ب1.73. ادي العدد الصحيح وادي العدد المقرب. مطلوب من سعادتك تمسك كل الحاجات دي وتحسب لها فرق مطلق وفرق نسبي، خطأ مطلق وخطأ نسبي. طيب كده احنا خلصنا جزء مهم من المحاضرة، هنتنقل للجزء الاخير في موضوع الخطأ اللي هو النظريات بتاعت الخطأ. اشهر نظرية في الخطأ هنشوفها دلوقتي في الصفحة الجاية بمشيئة الله. النظرية دي بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك ان الخطأ المطلق للمجموع الجبري لعدة ارقام مقربة يساوي او اقل من مجموع الاخطاء المطلقة لهذه الاعداد. دي نظرية من نظريات الخطأ، ملخصها في كلمتين، هقول الملخص بتاعها ولو انت معاك ورقة او قلم اكتب الملخص ده. ملخصها في كلمتين بيقول لك ان خطأ المجموع اقل من او يساوي مجموع الخطأ. هو ده ملخص النظرية، خطأ المجموع اقل من او يساوي، علامة اقل من او يساوي عارفها اللي بتبقى فاتحة بقها ناحية الرقم الكبير، فبتقول له اقل من او يساوي مجموع الخطأ. تعالى ناخد مسألة على الموضوع دوت. بيقول لي لو عندك عددين اللي هم اكس واحد بجذر 3 واكس 2 بجذر 2. على فكرة الجذرين دول لما بتيجي تجيبهم بالآلة الاتنين اصلا ملهاش جذر ولا التلاتة ليها جذر، فبيطلع ارقام كتيرة جدا على الشاشة. طيب وكان تقريب العدد الاول 1.37، اللي هو اكس 1 ستار، وكان تقريب العدد الثاني 1.41،
اللي هو الاكس 2 ستار، اثبت ان، وكاتب لي النظريه اللي فوق بقى، اثبت ان الخطأ المطلق للمجموع الجبري للعددين المقربين اقل من او يساوي مجموع الاخطاء المطلقه للعددين. يعني بيقول لي اثبت ان مجموع الخطأ اقل من ايه؟ من خطأ المجموع. اثبت، اسف، اثبت ان خطأ المجموع اقل من مجموع الخطأ. تعال نشوف مع بعض خطوات الحل. انا عملت الخطوات في شكل يعني مبسط، فقلت اولا اجيب الخطأ بتاع اول عدد اللي هو جذر 3، فبروح اجيب الخطأ بتاعه اللي هو الخطأ المطلق بتاعه عادي زي ما كنت بجيبه في الجزء اللي فات اللي هو بتاع بداية المحاضرة، طلعته اللي هو علامة 0020508008. ضروري تمسك الآلة وتشوف الخطوة الأولى بتدي معاك نفس الناتج ده ولا لأ. الخطوة اللي بعد كده إيجاد الخطأ المطلق للعدد التاني، بمسك اكس 2 أطرح منها اكس 2 ستار بين قيمة مطلقة، يعني باخد جذر 2 أشيل منها 1.41، فيطلع لي الخطأ بتاع العدد التاني علامة 0042135062. الخطوة الرابعة ان انا اروح ادور على المجموع بتاع العددين، اروح اجمع العددين الدقيقين، يعني المجموع بجيبه ازاي؟ بقول يو تساوي، يو جاية من كلمة اتحاد، بعمل اتحاد بين العددين بعد ما كنت شغال معاهم دلوقتي كل واحد منفصل عن التاني، بروح اجيب مجموع العددين الحقيقيين واسميه يو، فبجمع جذر 3 على جذر 2 بالآلة، فيطلع لي 3 علامة 1462634. المجموع دوت بتاخده لغاية ما الشاشة تخلص. بعد كده اروح اجيب مجموع العددين المقربين واسميه يو ستار، بجمع 1.73 زائد 1.41، تطلع لي النتيجة 3.14. بعد ما جبت المجموع بتاع العددين المقربين وجبت مجموع العددين الدقيقين، اشوف خطأ المجموع هيساوي قد ايه. ايجاد الخطأ المطلق للمجموع اللي هو يو ناقص يو ستار، فبيطلع لي الناتج علامة 00624437. احنا كده وصلنا لايه؟ لثلاث خطوات في التعامل مع المجموع، وكنا عملنا قبلهم ثلاث خطوات في التعامل مع كل واحد لوحده. بفكركم بالثلاث خطوات اللي فاتوا، بروح اجيب الخطأ بتاع اكس 1، دي الخطوة الأولى، الخطوة التانية أجيب الخطأ المطلق لإكس 2، الخطوة التالتة بجمع الخطأ المطلق ده زائد الخطأ المطلق ده، فالمجموع اللي بيطلع بسميه مجموع الخطأ. كده التلات خطوات دول أسيبهم، أخش على التلات خطوات اللي بعدهم. التلات خطوات اللي بعدهم إن أنا أتعامل بقى مع المجموع بتاع العددين، بجيب مجموع العددين الدقيقين وبجيب مجموع العددين المقربين واطرحهم من بعض، فيطلع لي خطأ اسمه خطأ المجموع. ما تنساش الكلمة خطأ المجموع، لان نتيجة الخطوات الثلاثة اللي فاتوا كان اسمهم مجموع الخطأ، انما هنا نتيجة الثلاث خطوات اللي هم رابعا وخامسا وسادسا اسمه خطأ المجموع. ناقص لنا خطوة واحدة بس اللي هي السابعة، ان انا اخد نص النظرية اللي هو موجود في ورقة الاسئلة واروح كاتبه في الخطوة الاخيرة اللي هي الخطوة السابعة. تعال كده نشوف هتتكتب ازاي. الخطوة السابعة بقول له من 1 و2 يتضح ان الخطأ المطلق للمجموع الجبري للعددين المقربين اقل من او يساوي مجموع الاخطاء المطلقة للعددين. في مسألة تدرب نفسك عليها اهي، مديك العدد الاول جذر 7 والتاني جذر 5، ومديك التقريب بتاع ده 2.65 والتقريب بتاع ده 2.24، وبقول لك اثبت ان المنطوق اللي هو بتكتبه في سابعا اللي هو بتكتبه في الخطوة السابعة. انا بس افتكرت حاجة بسيطة في المسألة اللي فاتت
واحنا بنتعامل مع العددين كان في عندنا جذر 3، كان مكتوب في احد المراحل بطريقة خاطئة، مكتوب 1.37، لكن هو في حقيقته 1.73. فانت هتلاقي عندك جذر 3 موجود ومكتوب بالشكل ده، بس الحسابات صح، هو بس ايه الغلط في نقل الرقم، اتنقلت 7 مكان 3. فانا دلوقتي بنبهك عليها عشان وانت بتذاكر المسألة اللي انا حللها، لو شفت 1.37 تخليها 1.73، ودي اتكررت مرة واحدة بس، انا لمحتها وكنت هنبه عليها، بس ايه ال يعني ما جاش مناسبة او وقت. دلوقتي احنا كده وصلنا لنهاية المنهج، مبسوط جدا ان انا درست المنهج دوت، مبسوط ان انا وصلت للمحاضرة الاخيرة. يعني اتمنى ان تكونوا كلكم بخير وبصحة، واتمنى ان يكون الموضوعات عجبتكم. وفي بنك اسئلة، في بنك اسئلة، ودي اهم حاجة، في اسئلة كتيرة حوالي اكتر من 20 سؤال مسائل على الموضوعات اللي احنا خدناها، ضروري تدرب نفسك عليها، لان مسائل الامتحانات ما بتخرجش عنهم، مسائل الامتحانات ما بتخرجش عن البنك دوت. وزائد طبعا التمارين اللي انا كنت بديها في نهاية كل محاضرة. بتمنى ليكم كل توفيق، تحياتي وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.